مرحبا بك الهادي بن جدو. اهلا وسهلا لاله، مرحبا، ربي يعينكم. عايشك فضلك، زيد قدم روحك بالباهي، خليك الفرصه انك تقدم روحك. بون، هادي بن جدو مسرحي بالاساس، ساعات نعملوا شويه هكا في التلفزيون، وعندنا تجارب في السينما. بطبيعه احنا سينما ما عندناش برشا سينما، ولكن توا ولاو فما لي جون هذوما قاعدين ينشطوا، كل مره نخدموا معاهم. بالنسبه للمسرح مو تعطلنا في البريود نتاع الكونفينمون، وهنا تو رجعنا ان شاء الله ربي يسهل. وكها كي نحكيو تو على المسرح في تونس، تقييمك ليه؟ والله تونس هي راهي رائده في المسرح، وعندنا مسرحيين غلة يعني كي يطلعوا سرسان ما تنجمش تقارن بينهم وبين المسرحيين العالميين، وهم عالميين بطبيعتهم، ولكن يعوقنا شوية الوسائل، يعني الفلوس ما فماش. يعني المسرحيين التوانسة تو فما ناس مسرحيين باعوا حوايجهم في الكونفينمون، اللي مريض ما يلقاش باش يداوي، يعني تنقص الماديات بالنسبة للمسرحي، تنقصوا برشا الحقيقة. هل التوانسة اليوم مهتمين بالمجال المسرحي؟ اي مهتمين، والدليل على انه الفضاءات الكل معبيه توا في السيسيون هذه 23، الفضاءات كلها معبيه ما تلقاش بلاصه. ودايور انا توا نحب نحكي حتى على البادج، عاملين هنا يعني الناس محترفين وكل، ولكن تمشي انا مثلا اليوم قصيت بالفلوس الفلسطين، وغدوه زاد قصيت بالفلوس، خاطر يقول لك كومبلي، خاطر برشا ناس مغرومه بالمسرح، والتوانسة بصفه عامه ناس مثقفين، راهو الاغلبيه يا الساحقه ناس تحب الثقافه وتحب تطلع على اللي يصير كل يوم في الحياه الثقافيه، ولاباس يعني. علاش نعملوا تفرقه ما بين اللي يتفرجوا في المسرحيات واللي يهتموا بالفن، يقول لك هما اصحاب الطبقه الراقيه؟ بالطبيعة هو المسرح يقول لك اعطيني مسرح نعطيك شعب عظيم. الناس الباهين والناس اللي يهتموا بالثقافة واللي يحبوا يتعلموا حتى ايش قاعدين يقولوا، يمشيوا للمسرح، خاطر في المسرح تتعلم، راهو حتى كمتفرج تتعلم. دونك بتلقى ديما الطبقة المثقفة هي اللي تلقاها في المسرح، يعني يسعوا باش يمشيوا للمسرح سواء بالفلوس ولا حتى من غير فلوس، يعني مش خاطر توا مهرجان سوا ديزون الناس كل تمشي، ولكن حتى بالفلوس تلقى الفضائيات معبيه. يعني رانك نحكي على الطبقه الفقيره، فما اهتمام بالمسرح ليها؟ هي يعني ما نحبش ان فما ناس مثقفين في الطبقه الفقيره، ما نحبش في الثقافه ان نفرق بين الطبقات، واحنا محسوب شعب الكل زوايا، ولا ما عندناش برشا طبقيه في تونس، مش موجوده. خاطر الزوايا اليوم كي تسالوا على المسرح يقول لك انا ما عينيش بالفن، انا نحب على وضعيه البلاد، نحب يمكن الوضعيه في البلاد بالحق توا حتى المثقفين بيدهم في تساؤل كبير شنو قاعد يصير في البلاد. وبالطبيعه الانسان كي تبدا كرشو جيعانه ما نجمش يخاف مودرومون باش يعبي مخه بكسوسوا بالثقافه ولا بالفن ولا يبدا يخمم ساعه كيفاش باش يعبي كرشو، كيفاش باش يحصل قوت اولاده اليوميه اللي توا ولات مشكله كبيره، فهمتني؟ دونك هذا اللي يفرق، مش الفقراء والاغنياء، يفرق هو الوضعيه الماديه للانسان. ما ينجمش يكون وضعه المادي صفر وهو يفركس في حاجات اخرين باش يمشي يتفرهد، ولا ما ينجمش، امبوسيبل يعني، ما ينجمش، اكيد ما ينجمش. كي نحكيو عليك نوعا ما غائب شويه في التلفزه. في التلفزه غائب صحيح، ولكن حضرت في السينما، خدمت في زوز افلام. المسرح عندي عمل فرجوي معروف ان شاء الله بيانتو باش يبدا يجول، يعني اتوريا ترافير الجمهوريه، اللي هو حكايه وترك، وفيه التنشيط وفيه الغناء وفيه الحكواتي ان شاء الله. عندي مسرحيه بور انفون كيف النص نتاعي هي لقاء، لا هي عاش من عرف قدره بالعربي الفصحى للطفل، ان شاء الله زاد باش دور الجمهوريه التونسيه كل. سي بريفيو كان وقت الكونفينمون باش نعملوا لجنه، ولكن وقتها ما عادش فما نشاط ثقافي، دونك اجلناه وقعدنا ناجلوا تو، ان شاء الله باش نرجعوا ان شاء الله ربي يسهل. وكا لو نفكروا توانسه بادوارك القديمه، ادوار التلفزه بالطبيعه، الادوار القديمه خدمت في عنبر الليل دور عبد الرزاق مولى الكازينو، خدمت في شوف لي حل، يمكن هو شوف لي حل هو اللي عرف بيا دور لوم دو ميناج اللي هو شلبي، هذاك هو اللي عرف بالناس، خاطر حاجه يعني غريبه على التوانسه انه راجل يخدم لوم دو ميناج.
خدمت في حسابات وعقبات دور فتحي، فبعض انا ما نقولش ادوار كبيره، نقول سوسون دي انترفونسيون، تدخلات بالاحرى اكثر منه دوري، لانه مش دور كبير، مش ادوار طويله. انا مسرحي بالاساس ونحب المسرح ونخدم في المسرح وما عندي حتى مشكله، يعني كان تعدى ولا ما نسعاش، انا ما نكذبش. يعني تتلقى عروض ولا لا؟ اي بالطبيعه، ملي نعمل في المسرح ونخابيهم في الدار هكا توا، لا نمشي نعمل عروض ودورة الجمهورية. مانيش نحكي على العروض المسرحية صراحة، نقصد انك يطلبوك اليوم على عروض في المسلسلات والا ما يتفكرك حد؟ والله باش ما نكذبش الحقيقة الدرنييرمون لا، فهمتني، فما عرض واحد رفضته انا خاطر حسيته ما يناسبنيش. نجم تقولنا عليه شنو؟ والله الدور هو ماهوش بون بالنسبه لي انا، يعني مش عامل ادوار ما يختارش، ولكن كي يبدا المغزى ما فماش منه مغزى تولي تقول لا، يعني هو دور كان ان شو نقولها يا ربي الكلمه ما نعرفش نقولها، مثلي، دور مثلي ما نجمش نقولها بالفرنسي، هوموسيكسوي، وحسيت انها ما فيهش، يعني قريت النص لقيته ما فيهش مغزى، يعني ما فيهش رساله، دور هكا يتطلفح ما فيهش مغزى وما فيهش رساله، دونك ما رفضته. رفضته على خاطر ما عجبكش الدور ولا على خاطر ما فيهوش مغزى؟ عملت في المسرح، عملت بور دو فوا، عملت بتيتر بيان، هو عرفني شافني في المسرح، خدمت في مسرحيه عيطه، خدمت الدور هذا وخدمت في المسكوت عليه، دور بطوله ودور كبير وحكيت فيه بالكدا، ولكن النص هذا اللي عطاه لي اخر مره ما كانش فيه حتى مغزى، ما كانش فيه حتى ميساج، حسيته يتطلف حكاك مش حبوا يضحكوا، ولكن هو الضحك اللي ما منوش يعني ميساج، ما فيش رساله، بتولي زايد يعني، ولي تهريج بالنسبه لي انا. برشا مخرجين ومسرحيين يقولوا المسرح يغربل. أكيد المسرح يغربل، وإحنا والدليل على أني أنا موجود ديرون 25 كون في الميدان، يعني مش بلاش، لأنه أول حاجة الغرام وثاني حاجة للموهبة، كان ما فماش موهبة ما عادلك حد وما تنجمش تخدم، دونك أكيد يغربل، واللي ما عندوش نفس طويل ما ينجمش، لأنه المسرح فيه برشا تعب، فيه برشا فقر، فيه برشا معاناة، دونك اللي ما يكونش عنده جيش وموهبه ما ينجمش يكمل. نختموا بسؤال، اهتمام وزاره الشؤون الثقافيه بالمخرجين والمسرحيين؟ والله تو بالنسبه لتو ما فماش بريسك حتى اهتمام بالثقافه عامه، يعني تو ترى الناس تحب تعمل افلام، ما فماش دعم، مش كما قبل كانت فما برشا دعم، وكان سيرتو القدم، تو القدم نساوهم جمله، وحتى جدد مسكنات قاعدين وحدهم، قاعدين ينشطوا وحدهم، قاعدين يجتهدوا باش يعملوا الفيلم القصير باش الناس يعني تتحرك وكهو، يعني اغلب الناس وحدها تجتهد، ما فماش دعم برشا، فماش. خليك كلمه الختام. كلمه الختام نقول شكرا لساعة لهذا التدخل هذا اللي خليتني باش نجمت نقول حاجات انا بيدي نحب نقوله. نحب نقول ان شاء الله المهرجان مبروك على المسرحيين التوانسه الكل وعلى تونس الكل وعلى الفنانين الكل، وان شاء الله من حسن الى احسن.